في شهور حكم الإخوان اعتصم الكتاب والفنانين في مكتب وزير الثقافة الذي عينه محمد مرسي، وكان ذلك الاعتصام أول وأقوى احتجاج ضد المرشد وجماعته. بالطبع رحت أؤيد موقف المعتصمين، رحت أكتر من مرة، ومرة وأنا راجع إلى عربيتي وجدت سيدة هادئة، يعني لطيفة، ملامحها يعني ساكنة، كانت تتجه إلى وزارة الثقافة، ولما اقتربت مني تعرفت علي بحكم عملي في التلفزيون. سألتني: أنت ليه مش مشارك في الاعتصام؟ قلت لها: أنا كنت لسه هناك. لكنها أصرت على أن أعود إلى المعتصمين، وقالت لي: تعال معايا، أنا رايحة أؤيد كل كاتب أو فنان هناك. هذه السيدة هي زينب لطفي، زوجة صالح سليم. حسب ما عرفت فإن صالح سليم التقى بزينب أول مرة في باخرة نيلية وأعجب بها، ولكن عندما تقدم إليها رفض طلبه لأنه لم يكن قد أكمل دراسته الجامعية، وبالفعل تأجل الزواج حتى حصل صالح سليم على بكالوريوس التجارة. زينب بص أعرفها برضو من صغري وبحبها جداً، وبشوف أنها من أخف دم الستات اللي في الدنيا ومن أذكى الناس اللي في الدنيا، يعني اللي هتتعامل معهم في حياتك زينب من أذكى البشر اللي في الدنيا، وبتقرأ كتير جداً، وذكائها حاد ونرفوزة، بس نرفزتها في الآخر بطيبة شديدة جدا، قلب طيب جدا في الآخر، وهي كمان قلبها زي البفتة البيضة صراحة. هي كمان ممكن عارف هي ويتي، يعني عارف مش عارفة أجيب المعنى العربي بتاعها، لكن هي ست لما إيه ممكن تهزر معاك بس يبقى إيه عندها المعنيين وانت تاخد بقى اللي انت عايزه. انا بحب قلبها الابيض كمان، وبحب وانت عارف اللي قلبه ابيض بينسى اي اساءة، بينسى اي حاجة وحشة، بينسى الوحش، وهي كده. وهي حبها واحترامها لصالح كان شيء يدرس الحقيقة، يعني شيء ما بتشوفوش كتير وشيء يدرس، حبها واحترامها ليه وحبه واحترامه ليها، والاتنين كان دمهم شربات مع بعض. لما يقعدوا هما الاتنين مع بعض لا دول حدوته تانية. هناف مع بعضينا ونحب الخناق ونحب نضرب بعض، وكنا بنعمل حاجات مجنونه خالص، يعني منها ان احنا كنا مثلا بننط من البلكونات اللي في البلكونه اللي على الشارع من الدور الثاني، كنا بنعملها يعني نلعب ان احنا ننط من البلكونه للبلكون في الهوا كده بس. ومره امي دخلت قالت لنا: انا ما بقتش عارفه اطلع الحقكم ولا استنى عشان الافقوا. تاخر صالح سليم في دراسته الجامعيه، وكان السبب حبه لكرة القدم. لم يحصل على شهادته الجامعية إلا بعد أن تجاوز 30 من عمره. حبه لكرة القدم بدأ منذ كان تلميذا في مدرسة الأورمان الإعدادية، وتضاعفت مهاراته في مدرسة السعيدية الثانوية. وفي سن 17 سنة لعب أول مباراة للأهلي مع النادي المصري، وده كان عام 48. سجل هدف من هدفين خرج بيهم النادي الأهلي فائزا، وبهذا الهدف بدأ مشوار نجومية صالح سليم في الملاعب.